أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين توثيق 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2023، معظمها ارتكبها الحوثيون. وأكدت النقابة أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لا يزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع. وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية ب8 حالات والتهديد والتحريض ب8 حالات والمعاملة القاسية للمعتقلين ب8 حالات والمحاكمات والإجراءات القضائية ب7 حالات وإيقاف رواتب الصحفيين ب3 حالات. وفيما يخص الجهات المنتهكة، قالت النقابة إن الحوثيين ارتكبوا 22 حالة انتهاك من الانتهاكات البالغ عددها 40 حالة. وذكرت النقابة أنها رصدت 8 حالات تهديد وتحريض، طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75% من إجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25%، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة 2 حالات. وأشارت النقابة إلى أن هناك 5 صحفيين معتقلين، منهم 3 صحفيين مختطفين لا يزالون لدى جماعة الحوثي، هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل 2015 والموظف في وكالة سبا نبيل السداوي وفهد الأرحبي، وصحفي لدى المجلس الانتقالي بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015 هو الصحفي محمد قائد المقري. وطالبت النقابة في توصيات التقرير من الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن وصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين. كما دعت النقابة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 4 صحفيين وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحفيين.